هاي الهيئة اتنيناتنا مبكرين اليوم. مزبوط، بس أنا عندي سبب. سبب مهم؟ ما قلبي دواء بدي بدلها بالفرماشية. دواء؟ لأمي. بدك تبدلها من هالفرماشية؟ امبارح شفت من هون ما فيني ابدلها غير مطرح. اوكي فوت ابدلها. تستحي تفوتي معي؟ ما بحب ادعس بهالفرماشية. الشاب اللي بيستلم هلا واحد غشاش تقيل الدم ما بطيقه. ليش رفيقتك ضلت واقفة برا؟ لا تكون مزعلة أو كامش عليك شي لا سمح الله، مثل ما صاير مع صاحبنا عبود وخطيبته فيولات. فيولات بتعرفها اللي كانت تسوق موتو مثل الشباب، وفجأة استرجعت أنوثتها وانغرم فيها عبود. مين قال بيضرب عينه على غيرها؟ رفيقتي هيئتها ما بتطيقك. مين قال هالحكي؟ معقول يكون من تأليفة؟ ما بتطيقني لإلي؟ قالت لي أنت واحد تقيل الدم. أنا تقيل الدم؟ الست راندا بتعتبرني تقيل الدم؟ بس لو ما كان لساني دافي وبكره القال وقيل كنت بقول لك حضرتها شو بتكون. قال أنا تقيل الدم. تسمح تبدل لي هالعلبة اللي بتخلص مدتها بعد كم يوم؟ معقول؟ لا 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 لا، غلطت وعطيتك علبة من ميلة المرتجعات اللي قربت تخلص مدتهم. قد ما انبسطت فيك امبارح وخلتني احكي عن بجنب، ما انتبهت من وين شلت العلبة. تفضل، رح اعطيك وحدة بالضاينة لل 2004، وبعتذر منك خيي سامي. عمال معروف بتاخذ عني فكره غلط. ميرسي، شوفك بعدين، باي. باي، فهمها لهيدي اللي معك انه لولا من لسان الدافي كانت تشرشحت اليوم. بعدني كل ما اشوفك واسمعك برجع لذات السؤال، شو سر الشبه بينك وبين ريم؟ وما لقيت الجواب؟ لا، مع انه الجواب هين كتير. السر موجود عندك وعند عايدة. انه في سر؟ في شي واضح كتير بفسر الشبه اللي بيني وبين المرحومة. ما بدك تدلين عليه؟ ما في شي غامض، انتو مش منتبهين. ما تحكي معي بالألغاز، ما ناقصني. سامي، انت وعايدة معكن سر الشبه اللي بيني وبين ريم. فتش عند عايدة، فتش عندك انت. تساعدك تفتش رح لك شي واحد بس. صار لي اكتر من سنتين بشتغل بالشركة مطرح ما شفتني عايدة طالعة لأول مرة. انا خلقانة وربيانة بهالبيت، يعني عايدة اللي سكنت بهالحي سنين الا ما يكون كتفة دقيقة بكتفة مليون مرة. وحتى ريم اللي ربيت مثلي بهالحي اكيد طلعت بوجهي وطلعت بوجهي. راندا، شو كان قصدك؟ شو في؟ قلت لي لسانك دافي ولا كنت فرجيتني راندا على حقيقتها؟ مرقت على سلامة. فيك تفهمني ليه قالت عنك غشاش؟ شو؟ ليه راندا مقتنعة انك واحد غشاش؟ انا؟ هالمخلوقة قالت عني انا اني غشاش؟ ولهالسبب رفضت تفوت لعندك. طيب، تقيل الدم فهمنا، غشاش؟ تبقى اسألها ما زال انا غشاش، مين بيناتنا الحشاش؟ شو قلت؟ ما زال انا غشاش، ليه حضرتها فلتاني علي ما بتشتري قبر التحشيش ولوزمها الا من عندي؟ قبر؟ وكل العدة. يمكن لان بيا مريض. انا وبي بنعرف مرض بيا، كل علاجاته من عنا، ما خصه بالقبر. رندا تتعاطى؟ إلا إذا عم تعمل تجارب علمية على عروق.